مرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق الاهلي اللي حقق الفوز على اتحاد جده السعودي بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب الجوهره المشعه بجده ضمن منافسات ربع نهائي بطوله كاس العالم للانديه والمقامه حاليا في السعوديه. وسجل ثلاثيه الاهلي علي معلول وحسين الشحات وامام عاشور في الدقيقه 21 و59 و62، وسجل كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الوقت بدل الضائع. بالنتيجة دي بيصعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة، وده هيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاي. ومروان عطية لاعب خط الوسط في فريق النادي الأهلي حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي بكأس العالم للأندية، وده بعد الأداء الجيد اللي ظهر بيه اللاعب في المباراة. فريق أوراوا الياباني اتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق كلوب ليون المكسيكي بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي جمعتهم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ودي كانت المباراة الأولى في مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. نادي المقاولين العرب حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري. بالفوز ده المقاولين رفع رصيده للنقطة 7 في المركز 15 بجدول الدوري، وتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز السادس. وفريق زد ناجح في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 9 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي فريق زد رفع رصيده لنقطة 16 في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري، وفريق فاركو في المركز 17 برصيد 5 نقط. منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض اختتم معسكره بالقاهرة امبارح بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرية للاتصالات، واللي بيلعب في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. ومنتخب ناشئين الكرة الطايرة فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 في ثالث مواجهاته في بطولة أمم أفريقيا واللي بتستضيفها ليبيا. نادي الوداد المغربي أعلن عودة المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي لتدريب فريق الكرة، وده للمرة الرابعة في مسيرته، وده بعد تولي المسؤولية خلفا لعادل رمزي واللي أقيل بسبب سوء النتائج. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أصدر تصنيف أفضل أندية أوروبا للموسم 2023-2024، وتصدر مانشستر سيتي القائمة فيما جاء بايرن ميونخ الألماني ثانيا وريال مدريد في المركز الثالث.
خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نروح لجمانة وشاذلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك يا لميا.